خليك مكاني يعني، يقول لي اعمل ايه، اقول له خليك تقول له خليك مكاني يعني، طب اعمل ايه؟ قال لي لا انا لو كلمتك في التليفون هنتقدك. فانا قلت النقد من غير ما يخش على التليفون الحقيقه، لانه طب يعني لو حضرتك موجود يا حاج تيسير او الساده الافاضل المتابعين، طب اعمل ايه في حاجه زي دي؟ اعمل ايه يعني؟ اعمل ايه؟ خليني رجع لنا كابتن عزمي مجاهد، شكرا جزيلا كابتن عزمي مره ثانيه ان حضرتك معانا. هل انت بالفعل صرحت انه اسم المدرب الجديد سيعلن خلال ايام يا كابتن عزمي؟ الو، هيعلن خلال ايام قليله جدا. وبعدين خد بالك كابتن احمد ان فيه يعني كلام ان في اجانب، تصور النهارده مثلا وصل عدد كبير جدا يا كابتن احمد من السيفيهات، من المدربين الاجانب يعني. هم اللي بيعرضوا ده اسم مصر يا كابتن، ده منتخب مصر، ده انا اسم بقول لحضرتك يعني. كتير قوي من، بس انا باكد لك ان هيكون مصري ان شاء الله يعني. طيب ما هيكون مصري. وبعدين يا كابتن قبل والنبي ما ناكد، انا بقدم العزاء للراحل عبد الرحيم خليل، ده من الشخصيات المحترمه صديقنا جدا، صديقنا العزيز الراحل، محترم جدا. نعم، بنقدم العزاء لسياده اللي هو حرب في وفاه شقيقه ايضا، وللكابتن احمد مصطفى لوفاة شقيقه سعيد جاد اللي هو المدير الاداري في 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 في, في مدرسه الكره بنادي الزمالك. والعزاء ان شاء الله بكره هيكون في الشاذليه. والله اشكرك يا كابتن، لان انا والله لا اعلم على وفاة اللي هو شقيق حرب، في شقيق اللي هو حرب وشقيق الكابتن احمد مصطفى ان شاء الله العزاء بكره في مسجد الحمديه الشاذليه ان شاء الله. الاثنين وانا بقدم خالص العزاء لجمهور المحله وشعب المحله، لان عبد الرحيم خليل ده من الناس يا كابتن اللي زي البلسم. ده كان جميل، محترمة عليه رحمه محترمة الله، محترمة رحمة محترمة يعني، رحمه الله عليه، ما يخلاش على ربه. لكنه خليني اخد تصريح رسمي، لانه ده هتتناقله كل يعني وسائل الاعلام على لسان عزمي مجاهد. امتى يعني؟ النهارده حضرتك الثلاث، ايوه، امتى سيتم الاعلان عن اسم المدرب الجديد، وهل هو مصري ام اجنبي؟ هيتم الاعلان عن المدرب ان شاء الله، ان شاء الله يا كابتن اول اسبوع القادم ان شاء الله. خليها اوائل اول الاسبوع، يعني بلاش اوائل ولا اول الاسبوع الخاص. اصل اول الاسبوع تبقى السبت او الحد، الحد غالبا ان شاء الله، وباذن الله كابتن احمد يكون المدير الفني مصر باذن الله. من اللي بيشتغلوا ولا في اجازه؟ لا لا، اللي بيشتغل يعني. احنا وهي اما تيجي يا كابتن، مش فزوره برضو. ما هي برضه احنا اما بنيجي نفرز المدربين عندنا نشوف مين اللي ناجحين في مصر يعني. تمام، مظبوط ولا لا؟ ما هو ناجحين كتير، هيبقى واحد من الناجحين دول يعني. من اللي شغالين دلوقتي في مصر ولا ما بيشتغلوش؟ ان شاء الله من اللي شغالين في مصر يعني، من اللي شغالين في الانديه ان شاء الله. لا تاني، بس خلي بالك، واحد بيتولى مسؤوليه نادي الان. ما هو بص يا كابتن احمد، انت عندك في ناس طالبه مثلا بتقول هاني رمزي ليه لا؟ ماشي. في حد بيقول له كابتن شوقي غريب وكابتن حمد صدقي ليه لا؟ تمام، في ناس من اللي شغاله واخد بالك، والاسماء كثيره جدا يا كابتن، الكابتن طلعت يوسف والكابتن هل اسم شوقي يا كابتن، بس طارق يحيى، هل اسم شوقي يعني غريب وحماده صدقي مطروح بقوه، ان هم حماده صدقي والكابتن والكابتن حلمي يعني، في حلمي طولان، في كتير جدا. ما تدوخنيش، بس ما تدوخنيش. هل اسم شوقي غريب وحماده صدقي مطروح بقوه لاستكمال المهمه حتى شهر 10؟ والله دي اطروحات كلها يا كابتن، بص اطروحات، بس القرار هيكون اول الاسبوع القادم ان شاء الله. طب خلي بس الله يخليك يعني، هل انت قريب من المطبخ ولا هم قالوا لك اعلن اسم المدرب انه لا والله ما يعني. الاتجاه يا كابتن مصري. الاتجاه مصري، ايوه. انا مصري وابويا مصري، انا مصري وابويا مصري. لكن مين بقى مين هيعلن عليه الاسبوع القادم ان شاء الله؟ شكرا كابتن عزمي مجاهد. طيب انا خده برضو على مسؤوليتي الشخصيه، على مسؤوليتي الشخصيه برضو، انه ما فيش حد من مدربين الانديه اللي شغال دلوقتي هيبقى مدرب منتخب مصر، كلام انا مسؤول عنه اهو. مفيش حد من اللي بيدرب دلوقتي هيبقى مدرب منتخب مصر خالص، هيبقى واحد من اللي بره، واحد ايه درب، كان بيدرب مثلا في الخليج، كان بيدرب في دوري مصري يعني، يعني المح مثلا الى مختار، المح مثلا الى حلمي طولان او شوقي غريب وحماده صدقي. تاني اهو عشان تبقى القصه واضحه، قد يكون المدير الفني الجديد لمنتخبنا الوطني مختار، او من الممكن ان يكون المدير الفني الجديد لمنتخبنا الوطني حلمي طولان، او يستمر الكابتن شوقي غريب ومعاوناه
حماده صدقي واحمد سليمان في قياده المنتخب الوطني حتى نهايه التصفيات. وضحت؟ دول الاقرب. اذا تغلب راي داخل المجلس على مدرب من العاملين فمن الممكن ان تكون كفه طلعت يوسف هي الارجح. نقول تاني؟ اظن كده الكلام واضح. انا مش علاقه بالاتحاد خالص، بالعكس يعني ده هم ممكن يسمعوا الكلام ده عيني ابقى اذيت المدربين دول ان هم هيروحوا في سكه تانية غير اللي كانوا رايحين فيها، لكن انا يعني بحكم كده معرفتي.